أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعين الكرام، أعطت إشارة البدء للشوط العاشر الخاص بفئة اللقاية في صباح هذا اليوم وعلى أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم تحفة الميادين بدانة الدنيا دبي. شوطنا العاشر وهو الشوط الخاص باللقاية، الإبكار بشعارات أبناء القبائل ومكرمة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان اللي عمت جميع ميادين الدولة، والدعم المستمر لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. نسير بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة وأرى اللي انطلقت بناموس هذا الشوط، رذاذ بشعار محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد، متابعا لرذاذ اللي تنطلق وتندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية. دينار مع المركز الثاني لحمدان بن مبارك بن عيسى المطيوعي، نتابع المركز الثالث وارى التصريح، تتقدم على مستوى المركز الثالث لسلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، بينما انطلقنا مع المركز الرابع بارى مشعل تاتي رابعا وماخذت لها ايضا انطلاقه مع السياج الخارجي، يقدمها بهذا التقدم محمد بن بطر بن مطوع الاجتبي، ومع المركز الخامس مزون لعلي بن سالم بن حمد الاجتبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط، لنا عودة مع الصدارة، مع الكوكب الثلاثية، مع الصراع الثلاثي الحاضر والواضح والباين على المقدمة بانطلاقته وتحديات رذاذ اللي تقود هذه الجموع بشعار محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد. من يتابع رذاذ بهذا التقدم الواضح والباين بناموس هذا الشوط، ولكن أرى مع المركز الثاني، مع المركز الثاني دينار لحمدان بن مبارك بن عيسى المطيوعي، يقدم دينار بهذا التقدم على مستوى المركز الثاني. ثالث المراكز تصريح لسلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، ومع المركز الرابع، المركز الرابع ياتي ايضا شعار محمد بن مطر بن مطوع الاجتبي مع مشعل اللي تسللت بدورها مع المركز الرابع، وخامس الانطلاقات الشاهينية لسعيد بن احمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي، يقدم ايضا الشاهينية على مستوى المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة والكوكبة الثلاثية، ثلاثية على مقدمة هذا الشوط منذ البداية، بتقدم رذاذ اللي مسيطرة أيضا على المقدمة، ولكن التحديات والضغط المستمر ياتي من دينار حمدان بن محمد بن عيسى، حمدان بن مبارك بن عيسى المطيوعي، من يقدم دينار اللي قادت المجموعة، اللي انطلقت بناموس هذا الشوط، تصريح مع المركز الثاني لسلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، رذاذ مع المركز الثالث، ياتي ايضا بمتابعة رذاذ محمد بن احمد بن محمد بن سعيد، يعلن هذا الانطلاق على مستوى المركز الثالث، وعلى مستوى المركز الرابع نتابع مشعله لمحمد بن مطر بن مطوع الاجتبي، ومع المركز الخامس انطلاقة الشاهينية لسعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي في متابعة الشاهينية مع المركز الخامس. هذه النتيجة والنداء الأخير للخمسة المراكز المتقدمة، حيث أن بدينا نتجه اتجاه سليم وصحيح إلى خط النهاية وإلى المنصة الرئيسية، ومع لوحة الكيلو المتر الأخير، الكيلو المثير في هذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز. دينار على الصدارة، دينار على المقدمة، حمدان بن مبارك بن عيسى المطيوعي متابعا لهذا الانطلاق، اهالي المرموم هم الاقرب،
اهالي زعبيل هم الاقرب لناموس هذا الشوط مع هذا الانطلاق المتميز اللي تقدمه دينار وحمدان بن مبارك بن عيسى المطيعي مقدما لدينار اللي بدات تندفع اللي بدات تغادر بناموس هذا الشوط. المركز الثاني تصريح لسلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، ولكن الاسم القادم التحديات مع مشعل محمد بن مطر بن مطوع الاكتبي يقدم مشعل مع المركز الثالث المركز الرابع. وصلت الاسامي، وصلت التحديات بهذا الانطلاق المثير وبهذه التحديات الرائعه. نتابع القدوم ايضا مع ارتياد لعلي بن سليم بن سالم العويسي واللحظات الاخيره تحديات هذا الشوط، ولكن ارتياد تنتزع ناموس هذا الشوط. علي بن سليم بن سالم العويسي يقدم ارتياد في اللحظات الاخيره، فاجأت الجميع، انتزعت ناموس هذا الشوط لتهدي السلامات لاهالي السلطنه. علي بن سليم بن سالم العويسي سلام للسلطنة، سلام مع انطلاقة ارتياد ولحظات وصولها إلى خط النهاية. تهانينا لعلي بن سليم بن سالم العويسي، لحظات وصول ارتياد إلى خط النهاية. المركز الثاني تاتي دينار لحمدان بن مبارك بن عيسى المطيوعي، المركز الثالث تصريح للسلطان بن محمد بن مرخان الاكتبي، المركز الرابع مشعل محمد بن مطر بن مطوع الاكتبي، ومع المركز الخامس هذه لحظات وصول المركز الخامس رذاذ لمحمد بن أحمد بن محمد بن سعيد. التوقيت الزمني 6 دقائق 24 ثانية وتوقيت ارتياد. تهانينا لعلي بن سليم بن سالم العويسي، تهانينا والناموس للجميع.